وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هقدم لكم حاجات حلوه تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هقدمها لكم هتكون تورته بس بشكل مختلف، هي عباره عن ثلاث انواع من الشوكليت شيب كوكي، وتاني نوع هيكون مارانج باللون البينك. نطلع فاصل ونرجع ونعمل الحاجات دي مع بعض. وسهلا بيكم. هنعمل كيكة الشوكليت شيب كوكيز، والكيكة دي هتبقى أول نوع منها بنوع واحد من الشوكولاتة، وتاني نوع أو تاني طبقة هتبقى بنوعين من الشوكولاتة، وتالت طبقة هتبقى بثلاث أنواع من الشوكولاتة. أول طبقة هتكون 1¾ كوب دقيق، نص كوب كاكاو، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، 3/4 كوب زبدة، 3/4 كوب سكر بني، 1 بيض، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 كوب شوكولاتة دايبة، 1 كوب رقائق شوكولاتة البيضة. دي الطبقة اللي هتكون من تحت، هتبقى أول واحدة من تحت. بعد كده هيبقى عندنا الطبقة اللي في النص، هتكون 1½ كوب دقيق، 1/4 كوب كاكاو، 1 معلقة صغيرة بيكربونات الصودا، رشة ملح، 3/4 كوب زبدة، 1 كوب سكر بني، 1 بيض، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و1 كوب رقائق شوكولاتة باللبن. وبعدين عندنا الطبقة اللي هتكون من فوق، هتكون عبارة عن 2 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة نشا، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3/4 كوب زبدة، 1 كوب سكر بني غامق، 1 بيض، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 1 كوب رقائق شوكولاتة غامقة. وفي الآخر خالص هنحط بين الطبقات كريمة زبدة أو باتر كريم فروستينج، هيكون عبارة عن 1½ كوب زبدة، 4 كوب سكر بودرة، 1¼ معلقة صغيرة فانيليا، 1/4 كوب كاكاو، ومن 2 لـ3 معلقة كبيرة لبن على حسب احتياج الزبدة أو الباتر فروستينج بتاعنا. أجيب معلق ونبتدي نعمل مع بعض 3 أنواع الكيك المعمول من الشوكليت شيب كوكيز. هنحط الزبدة وهنضربها مع السكر البني، والبيض، والفانيليا، ومش هنضربهم كتير، احنا بس هنخليهم يختلطوا كويس مع بعض بحيث ان السكر يكون شوية داب. مش محتاجين نضربها اكتر من كده. هنحط المقادير الجافة مع بعض ونقلبهم مع بعض عشان يتوزعوا كويس. ونحطهم ونقلبهم لحد ما يدوب يختلطوا ببعض، وبعد كده هنزود الشوكليت شيبس وبرضو يدوب نخلطهم مع العجين، وبعد كده هنفردهم هنا وندخلهم الفرن. هحط
نحط الشوكليت تشيبس. وأدي واحدة من طبقات الكيك. طبعاً اختيار ان احنا نحط انهي طبقة من فوق وانهي طبقة من تحت، كل واحد يرجع ل اللي يفضل. زي ما احنا شايفين هي عجينتها بالضبط زي عجينة الشوكليت شيبس، شوكليت شيب كوكيز. وهنفردها في الصينية. هي طبعا هتفرد برضو في الفرن، بس يعني عشان ما تبقاش حتة عالية قوي. اوكي، وكده نكون خلصنا أول واحدة، ونعمل أدخل دي الفرن ونعمل تاني طبقة. تاني طبقة هتكون بنفس الطريقة بالضبط. هنحط الزبدة والسكر والبيض ونضربهم مع بعض، بس المرة دي هيبقى فيه كاكاو مع الدقيق، وعلشان كده هي بنوعين من أنواع الشوكولاتة، عندنا الشوكليت شيبس وعندنا الكاكاو، ودي بثلاث أنواع من الشوكولاتة، لأن احنا عندنا الشوكليت شيبس والمرة دي مستعملين الأبيض والكاكاو، وكمان شوكولاتة سايحة. أول واحدة استعملنا الشوكليت شيبس الغامقة، تاني واحدة استعملنا الشوكليت شيبس اللي باللبن، ودي استعملنا الشوكليت شيبس البيضة. هحط الفانيليا مع دول، وبعدين هخلط المكونات الجافة مع بعض لحد دول ما يتضربوا، هضيفهم وهضيف الشوكليت شيبس. نضيف المكونات الجافة
ادي تاني واحده. ممكن ألبس جوانتي سهل شوية. ونفرد العجين بتاع الدبل شوكولات تشيب كوكي. وبكده يبقى خلصنا تاني واحدة، تاني طبقة. وندخلها الفرن ونعمل ثالث طبقة. السكر والزبدة والبيضة والفانيليا هيتضربوا مع بعض. وبعدين هنحط عليهم الشوكولاتة الأول. قبل ما نحط بقيه المقادير ودلوقتي احط الشوكولاتة عليهم وأضربهم، وبعدين أضيف بقية المقادير زي الباقي. كده يبقى عملنا اللي بثلاث انواع الشوكولاته. وحطينا معاها الشوكولاته البيضه. ودلوقتي نحطها في الصينيه وندخلها الفرن. ومكونات الباتر كريم، ونحط الزبدة. هحط الزبدة في البول
وابتدي اضربها بمضرب البيض لحد ما تبقى هشة شوية، وبعد كده ابتدي احط السكر البودرة عليها. احط نصه الاول، بعدين هاخد أدوب اللبن مع الكاكاو، لهم الفانيليا برضو، وهزود ده وهزود بقية السكر. اوكي كده خلصنا الفروستين كمان، واجيب الثلاث كيكات اللي معمولين من الشوكليت شيب كوكيز، ودي اللي فيها الشوكليت شيبس البيضة، فدي المعمولة من الغامقة، يعني أنا أفضل إن دي هي اللي تكون تحت.
وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك معمول بثلاث أنواع من الشوكليت شيب كوكيز، وإن شاء الله يكون عجبكم. ونطلع فاصل ونكمل تاني وصفة في حلقة النهاردة. أهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي مارينج. المارينج ده هيكون مارينج وهنحشيه بكريمة شربات الورد. المارينج نفسه احنا عارفينه طبعا، هيكون بيتعمل ببياض البيض مع السكر، وهنضربه الاول لحد ما يبقى هش، وبعد كده نبتدي نحط السكر واحدة واحدة. إضافة شوية ملح مع بياض البيض بيساعد إن بياض البيض لما يتضرب يفضل ماسك شكله كويس ويبقى شكله حلو في لما نضخه من كيس الحلواني، لأن ساعات لو ضرب شوية زيادة ممكن يفرول كده يبقى شكله مش حلو، لكن الملح بيخليه كويس. بعد كده احنا هنضيف له فانيليا، ممكن نضيفها واحنا بنضيف السكر. هنضيف له لون كمان عشان نخلي لونه بينك علشان يبقى لايق مع شربات الورد اللي هنضيفه للكريمة. وكمان هنضيف له شوية نشا بس بعد ما يتضرب، هنضيفهم بطريقة الفولدينج مع بسباتشيلا أو بويسك. دلوقتي نبتدي نضرب. أنا ضفت الفانيليا، وممكن كمان أضيف نقطة لون أحمر في المرحلة دي علشان أشوف كده، ونشوف بعد كده لو محتاجين تاني ولا لا. اوكي كده خلاص. المرنج بس فاضل بس نحط له النشا. هنحطه هنا. وهنجيب النشا. ونقلبها مع. ودلوقتي نجيب بايكنج باج ونحط فيها المارينج. ونبتدي نعمل بيه أي أشكال إحنا بنحبها على الصينية، يعني ممكن شكل عادي خالص زي كده، أو أي حاجة تانية، وممكن أشكال كبيرة أو أشكال حتى بالمعلقة كده على طول. ونكمل وندخله الفرن
على درجة حرارة حوالي 90. لو في مروقة حيكون أحسن. ونسيبه في الفرن لمدة حوالي 4 ساعات. بعد ما نحس إن هو نشف نسيب باب الفرن مفتوح ونخليه جوه الفرن لمدة ساعة كمان. ودلوقتي نعمل الحشو. الحشو هيكون الكريمة. أجيب بول أكبر شوية عشان أعرف أقلب براحتي. أحط الكريمة هنا وبعدين هبتدي أحط شوية شربات ورد مع الكريمة شوية شوية وأقلب بالراحة خالص. أوكي كفاية كده. ودلوقتي هجيب المرانج اللي حضرناه من قبل كده ونحشي. طبعا لو الجو رطب ممكن المرانج يرطب معانا شوية بس ده مش مشكلة. ندخله الفرن بنفس درجة الحرارة ويقعد في الفرن لحد ما ينشف تاني. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة وإن شاء الله تكون عجبتكم وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.